الروح المغربيه الهويه المغربيه في خلال اتفاقيه مع جماعه العيون اللي سلمت في اطار برنامج الحكومي وفي اطار التعاون التام مع المشاريع. جماعة العيون سلمت 14 مركز اللي للتعاون للوزارة والتعاون الوطني باش يشيروه جمعيات ديال العيون هنا واللي له عدو يدعموهم إدارة الله دعم مزيان باش يسيروا. وسلمت 14 مراكز اللي هي مراكز مجهزة كاملة وبناية جديد كلها، وفيها حتى جوج المراكز ديال المتقاعدين. منين نقول متقاعدين راهم فيهم النساء والرجال، نضع عنه اليوم مساواة، يمكن واحد يستعملوه النساء وواحد يستعملوه الرجال، وهذا كامل من أجل الساكنة ديال مدينة العيون ومن أجل النهوض بالعمل الاجتماعي وتكاد النساء، النساء باش نعملوا نقدوا نخدموا معاهم في الموضوع، وجميع جهود ديالنا اللي تركز على هذا الميدان اللي ما فيه الولايه، ما فيه التنميه البشريه، ما فيه الوزاره، ما فيه التعاون الوطني اللي هو تابع للوزاره، وهذا بالنسبه لنا احنا كجهه العيون مهم جدا. وهذه المشاريع الاجتماعيه التي نطلقها اليوم تاتي في اطار تنفيذ التوجيهات الساميه ديال صاحب الجلاله نصره الله لتدعيم ركائز الدوله الاجتماعيه، وايضا تاتي في سياق متميز اللي هو سياق مراجعه مدونه الاسره ودعم الاسره، وايضا تاتي في سياق الدعم المباشر للاسر الذي اشتغلت عليه الحكومه تنفيذ التوجيهات الساميه ديال صاحب الجلاله نصره الله. فاذا تم اليوم إطلاق برنامج جسر التمكين والريادة اللي كيستهدف 3000 امرأة واللي كيجي في إطار تفعيل برنامج الحكومي للرفع من النشاط الاقتصادي للنساء. فأطلقنا المنصة الرقمية وتسجل عدد كبير من النساء في جميع يعني العملات الأقاليم ديال الجهة، وغادي هدد النساء اللي غيتسجلوا غادي تكون المواكبة ديالهم من طرف مكونات الوزارة اللي هما التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، وأيضا شركنا المجتمع المدني عبر إطلاق برنامج لتلقي إبداء الاهتمام من المجتمع المدني ديال جهة العيون الساقية الحمراء اللي غادي نواكبوه باش يكون هو كيواكب النساء وكيدير الإدماج الاجتماعي والمواكبة عن قرب. أود أيضا أن أشير إلى أن مجلس جماعة العيون يعني قام بواحد المبادرة مهمة جدا بحيث أعطى 14 مركز اجتماعي للوزارة من أجل مواكبة من أجل خلق برنامج جسر الأسرة، برنامج يعني مراكز لمتعددة الوظائف للنساء لتكوين النساء وأيضا للنساء في وضعية صعبة. كان اليوم الحمد لله تدشين هذا الفضاء المتعدد الاختصاصات لفائدة المرأة القروية، وتخطى الحمد لله التدشين وتخطى الافتتاح بشكل متميز، وكان الحمد لله حضور الجميع المسؤولين، ونتمنى الحمد لله دائما التفوق بجماعة الدشيرة ودائما تقوية المرأة القروية بالجماعة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.